مين؟ انا صفوان. هلا يا صفوان، لك شو بشتري حصان بليز؟ مو احسن من القديش اللي عندك؟ هلا الفرس اللي عندي صار اسمه قديش؟ هلا نهايته، امك وينها؟ شو بدك فيها؟ في لي ما عجوز كلام. ايه؟ شو عليه؟ يا مو، هذا صفوان قد يحكي معك جوز كلام، خذوا له طريق. قومي يا مو، قومي على اوضتك وسكري الباب. يلا يلا. انت بأي حق بتضربيها لأمي؟ هيك لأنها بتستاهل. ايوه، يعني مفكرين ما في وراها رجال؟ اسكتوا لك. لا ما حذرت، واللي بده يمد ايده على امي بدي اقطع له اياها من الباط. انت؟ اي انا. روح عم بروح. روح الله يرضى عليك، ما بدنا مشاكل. ليش مين اللي عم يعمل مشاكل؟ وانت اخ بس لو ما كنت عمتي. اطلع لبرا ولك. اطلع لبرا بس لو ما كنت ببيتنا ودايس بساطنا. والله لا طلعتك محمد. والله يا جرب لشوف. ايه اطلع لبرا ولك. اتركوا الله يرضى عليك. طول عمرك واحد واطي. اسمعوا لك. انا جوا ما رضيت ادبك لانك ببيتنا وكرمال امي ما تفك بيناتنا. بس لو انك رجال وبتحترم هاي الشوارب اللي بخلقتها لقيني بالساحه قدام القهوه. ايه شو علي يا بابا؟ اطلع. انا بورجيك يا صفوان الكلب. وضح هو اللي بعتها؟ ايه هو بعتني، وهلا هو واقف هنيك قدام القهوه. قال اسمع ابن عمي، قل له ما لقيته بالبيت، قل له راح مشوار وما راح يرجع لبعد العشاء. ايه. وبتخليك هنيك حتى يروح، وبس يروح بتجي بتقول لي ماشي. ايه مشي، بس يعني هلا انت ليش ما بدك تشوفه؟ هو كان كنت وعد روح انا وياه مشوار، بس ما لي خاطر روحه لهالمشوار، بتعرف اذا قلت له بده يزعل. خلص انت مثل فهمتك. ايه خلص مشي، يلا بخاطرك. الله معك من عمي. مرحبا معلم وضاح. علينا شو ما؟ شو في ما في؟ ما في شي، سلامتك. قل لي معلم. صدقني ما في شي. مشي، السلام عليكم. وعليكم السلام. شو صار معك؟ قال بيقول لك هو ماله بالبيت وراح مشوار وما بيرجع لبعد العشاء. هلا هو هيك قال لك؟ ايه هو هيك قال لي، وقال لي كمان خليك بالساحة وبس يروح وضح تعا واعطيني خبر. لا رجال، رجال وقبضاي كمان. ليه شو في بينك وبينه؟ بعدين بتشوف بعينك. ناويله على قتله؟ ما هيك؟ ما كله ياها ابو نمر. ولا يهمك ابو عجاج. انت روح لعنده هلا وقول له وضاح راح على الحاصل. ايه مو على راسي. بتعرف ابو نمر؟ هالاسم خرط لي مش طيب. انو اسم؟ ابو عجاج. خلاص انا من اليوم ورايح صار اسمي ابو عجاج. يا اهلين باحلى ابو عجاج. اهلين باحلى ابو نمر. بس ما قلت لي انت من شان شو بدك تعمل له قتله؟ بعدين بتعرف ابو عجاج، بعدين بتعرف، اتكل على الله. يلا. شو يا بي؟ قال مانك بالبيت وما بترجع لبعد العشاء، وقلت لك استناني بالقهوة ولا هربت؟ أنا ما بهرب. كنت زلمة، كنت بتستناني هون. نزل إيدك أحسن لك. لك لو رجال بتنزل لي هون أنت. لا 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 ما بيجوز. اسمعوا يا رجال، موجه عليكم الله ومحمد رسول الله، كل واحد منكم بيرجع على شغله وما حدا بيتدخل بيني وبينه بنوب. مو هيك بالخالي؟ لا عمي، لا انتوا قرايبين عيب. طولوا بالكم انتوا قرايبين. اذا كانك رجال بتقول لهم هلا وبتحلف عليهم مثل ما حلفت عليهم انا، ما حدا يتدخل بيني وبينك. قل لهم لشوف، قل لهم. خلاص يا رجال اتركونا لحالنا. لا 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 يا رجال، طول بالك، طول بالك. لا عم شوم عليك، بعد عنه، بعد عنه. وضح وضح. بوس ايد خالك واعتذر منه. تومر يا يا مو، وضاح ابن عمتي عمل له قتله لصفوان ابن خالي. قول عمر
مثل ما عم قلكن وضربوه عمل له قتل حشك ولبك قدام كل العالم. لك ولي على قامتي، الله يقصف عمره ويكسر ايديا حق. خلاص بقى، وين صارت الخناقة؟ بالساحة. وفيها عطيني العصاية والشبرية. وشبتك بالعصاية والشبرية؟ شلون شو بدي فيهم يا مو؟ هاد الزلمة ابن عمي وخال ابني، شلون شو بدي فيهم؟ وهداك ابن عمتك برضاي عليك يا امي، لا تتدخل. بس عمي ابو وضاح وابي وعمي ابو صفوان اخذوهم مشان يصالحوهم. ها شفت؟ هلا ابو وضاح بحلها. سيك عبدو رجعيهم. هو قال لي جيبهم. وانا بقول لك رجعيهم. شو اعمل؟ خلص رجعيهم. روحي برضاي عليك يا امي، ما بدنا مشاكل. مشان شو صارت الخناقة؟ ما بعرف. ايوه على كلين ليبينوا ايديها ورجليها للقصة، بيصفى لكل حادث حديث. اوعى هيك. هو جاي عم يتهجم على امي، ولو ما طلعته برا البيت كان ضربها. شو؟ مثل ما عمل لك خالي، وليكو قدامك بشحمه ولحمه، واسأله اذا بدك. ولك عم تتهجم على عمتك وبدك تضربها كمان؟ لا اخي، شو يضرب عمته؟ اي والله بكسر راسه، بس بيجوز يعني. عدنان هي كبيرة، كبيرة كثير، وما يفلك قم. صحيح هذا الحكي اللي سمعناه؟ لا عمي، شو الحكي؟ انا بدي اضرب عمتي، بس لما سمعت القصة فار دمي شوي، قلت لاجي افهم شو صار، بجوز نتورت شوي. سمعت اخي؟ سمعت صهري؟ بجوز يعني هو وضاح الله يصلحه. بعد اذنك صهري، خليه وضاح ينادي لامه. ايه شو عليه؟ يا بي نادي لامك. تأمر يا بي. وهي قصة السحورة اللي عملت لنا اياها صبحية، إلنا ولبيت اخي ابو عبده. ومشان هيك علقتي انت وياها؟ يا ريت، في شيء اهم. شو هو؟ يا بي خذ ابن خالك واطلعوا لبرا. تأمر يا بي. شريف اخي، عم اقول انه هي قصص نسوان، بلا ناخذ من عاطفية. خلي اختك تحكي. ها مثل ما بدك اخي، اكل اختي اكل. هي صبحية خانو، شو هذا اللي صار ابن عمي؟ وليه ما خلصتي عليها؟ طول بالك سهري، طول بالك، والله شغلة مو مستاهلة. مو مستاهلة؟ ولك مرتك اللي عم طلع يصيد على بنت اختك، بتقلي ما بستاهل؟ وضاح تركينا شوي. يا عيب شكم عليك، يا عيب شكم عليك. شو بدي اعمل لك اخي، شو بدي اعمل؟ الله بلاني بهالمخلوقة. الله بلاك بهالمخلوقة؟ شو نسيت انك تجوزتها بدون رضا امك وابوك؟ طيب شو ساوي هلا؟ طلقها؟ ايه لك اخي طلقها، طلقها. هيك مرة بتنحوى منوب؟ لا لا، هذا مو حل يا ابو عبدو، مو حل. لك انا هجرها، هجرها. ولك اخي هجرها. ولك اخي والله مليت، صرت هاجرها 100 مرة وما في فايدة، هلا هي عم تهجرني. يا بي جيب ابن خالك وتعا. حاضر يا بي. شري يلا بمسوا شوارب بعض وسلموا على بعض. يلا صفوان. خلص صهري، الولد دمه فاير هلا، بعدين منحلها. شو عليه؟ منحلها بعدين. صفوان بوس ايد عمك ابو وضاح واستسمح منه مشان فوتك على بيته بهذا الشكل. يلا اوام اوام. عمرك عمي، ايدك عمي. خلص يرضى عليك واصلي. يشهد علي ربي صفوان وكل شباب الحارة بغلاوة وضاح. يلا عمي تصالح انت وابن عمتك. يلا واطلع بوس ايد عمتك برا، واطلب منها انها تسامحك وترضى عليك. يلا اوام اوام. بدك ياه يبوس ايده لنمر الخشاب؟ لك الله لا يوفقكم، لك الله ينتقم منكم، يبلى ايده بالكسر الهي، ويبوس ايد عمته كمان. لا بي للشوحة مرجوحة ولأبو بريس بقى. ايه بس صهري ابو وضاح ما خلى يبوس ايده، يعني الرجل طلع احسن منا، ورويدة بتضل عمته. عمته يبلاها بعمى عيونها ان شاء الله. والله انا لولا عمي ابو عبدو ما بقرب لبوس ايده اذا بتطبق السما على الارض.
بس مضطر سايره لعمي لبين ما تصير الويدة عندي. لك عفاري معني، لك إن شاء الله بتطلع على إبري، لك بتفهم بتفهم مثل أمك. ولك الله لا يعطي الشيطان صحة، حسبي الله ونعم الوكيل. تعتوا إبري تعال. مثل ما وصيتك ها؟ ما بدنا نعزمهم على العرس؟ لك ما فشلوا، يا عليم الله بعزم الكلاب ولا بعزمهم. لك تقبرني تطلع على إبري يا مو. تربايتك يا مو.